مرحبا بموقع الدار عند المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. لا شك وأن المغاربة قاطبة مواطنات مواطنين في شهر غشت، يكثر الله محطات احتفالهم بطبيعة الحال، المحطات الغالية انطلاقا من عيد العرش بطبيعة الحال، الذي هو يكرس ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة بآداب العرش الملكي المجيد. أيضا هناك بطبيعة الحال استرجاع هو الذهب كمحطة من محطات البطولية للمغاربة ملكا وشعبا في استرجاع الأراضي بطبيعة الحال المسلوبة من طرف الغير. ثم بطبيعة الحال لا شك أنه عيد ثورة الملك والشعب، وأيضا عيد الشباب. الجديد بالنسبة لهذه السنة أنه ثورة الملك والشعب، الخطاب أعلن من خلال بلاغ الديوان الملكي على أن الخطاب لن يكون، ولكن الاحتفالات بهذه الذكرى ستستمر، لأنها بطبيعة الحال ذكرى تعبر عن استمرارية التناغم والترابط بين المؤسسة الملكية وبين المواطنات والمواطنين المغاربة. ثورة الملك والشعب هي ليست ثورة إخراج المستعمر فقط، ولكنها هي ثورات مستمرة عبر محطات من الزمن. لا شك تحدثتم عن تنمية المملكة المغربية على عهد جلالة الملك. أولا بطبيعة الحال نهنئ صاحب الجلالة بذكرى ميلاده 60، ونتمنى له بطبيعة الحال عمرا مديدا وكامل الصحة والعافية. لا شك بطبيعة الحال أن هذه السنوات، وخاصة منها سنوات التي تقلد فيها يعني مقاليد العرش، نحن اليوم على مشارف ربع قرن من الحكم الرشيد لجلالة الملك. وبطبيعة الحال بين قوسين هذا عنوان للمجلة المقبلة للمركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية. فلا شك أن هذا الربع قرن هو كان مليئا جدا بالمنجزات، بالتصورات الاستراتيجية التي تخدم البناء الديمقراطي والتنموي داخل المملكة، ولكن أيضا تخدم بطبيعة الحال البناء الدبلوماسي والسياسي على المستوى الدولي للمملكة المغربية. هنا أنا سأضيف بطبيعة الحال بالنسبة لأهم المنجزات بطبيعة الحال كمحددات هي معروفة. اليوم على يد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، هناك الكل اليوم يهتف بالمملكة المغربية كقوة دبلوماسية، بمعنى أن له جلالة الملك له سياسة على المستوى الدولي الذي جعلت منه رقما في معادلة دولية صعبة. المملكة المغربية بمقاربة جلالة الملك الشاملة، والتي يتناول بها التعاطي مع الأزمات الدولية، تجعل منه صديقا للجميع،
وهنا حينما نقول صديقا للجميع، صديقا للأمن، صديقا للسلم الدوليين، وصديقا أيضا لكل من هو يخدم المصالح الإنسانية عبر الكون. هذا بطبيعة الحال من جهة. بطبيعة الحال حينما نتحدث عن أدوار جلالة الملك، لا شك وأنه اليوم المقاربة الجديدة على مستوى كل الرقعة الجغرافية كانت واضحة، ولكنها أيضا كانت أوضح بالنسبة للعالم وللمنتظم الأممي على مستوى المناطق الجنوبية للمملكة، أي المرتبطة بالنزاع المفتعل حولها وهي الصحراء المغربية. الكل اليوم من دول سواء الصديقة تاريخيا أو سواء التي رجعت إلى رشدها بصداقة جديدة، هذه الصداقة سواء القديمة أو الجديدة والرجوع إلى الرشد هي ترجع بالأساس إلى الثقة التي وضعت في المملكة المغربية من خلال جلالة الملك. جلالة الملك له مقاربة خاصة في التعامل والتعاطي، وهو الصدق والمصداقية في التعامل الدبلوماسي المؤطر إنسانيا. والكل بطبيعة الحال وقف على أدوار جلالة الملك المرتبط، التي الأدوار بطبيعة الحال هي لا ترتبط بأنانية المملكة المغربية كما تفعل بعض الدول بين قوسين العظمى التي تسمي نفسها عظمى، ولكن مرتبطة بدولة تحفظ لنفسها مروءتها وكرامتها بسيادتها، ولكن أيضا هي تتعاطى مع الدول الصديقة والحليفة من منطلق أنها فعلا دولة صديقة ولا تتخلى عن الأصدقاء في المحن. وتابعنا هذا سواء في محطة كوفيد أو أيضا في محطة النزاع بين أوكرانيا وروسيا، وكيف أن المملكة المغربية تدخلت في المحطة الأولى كوفيد لدى الدول الأفارقة الصديقة، ويعني بالدعم اللوجستيكي وغيره، وأيضا على مستوى في النزاع الأوكراني الروسي بالأسمدة وبكل ما تتطلبه الصناعة الزراعة والفلاحة في هذه الدول الإفريقية. هذا جزء من كل بطبيعة الحال، ولكن حينما نتحدث اليوم عن المنجزات التي حصلت بطبيعة الحال على عهد جلالة الملك بالأقاليم الجنوبية، الكل يصدم حينما ينزل أو يدخل إلى بطبيعة الحال إلى أقاليمنا الجنوبية، لأنه تغير إيجابي جذري. كل القطاعات حاضرة، كل المرافق متوفرة. الأبعد من ذلك اليوم على المستوى الجيوستراتيجي وهو أن جلالة الملك قد جعل من الأقاليم الجنوبية للمملكة ممرا نحو بين يربط بين إفريقيا وبين أوروبا. ولاحظنا بأنه جلالة الملك أيضا بصفته قائد على القوات المسلحة الملكية بإعطاء تعليماته إلى القوات المسلحة الملكية كيف تم تحرير معبر القرقرات لتستفيد من هذا المعبر العالم، يعني كل الدول العالمية التي تمر عبر هذا الممر. بمعنى أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن خدمة الإنسانية، ولم تتوقف يوما عن خدمة الأمن والسلم. وفي هذا الإطار بطبيعة الحال يجب على المستوى الداخلي أن ننوه أيضا بمسألة جد مهمة. على عهد جلالة الملك وبتوجيهات منه بطبيعة الحال سيعين السيد فؤاد علي الهمة مستشارا أمني وسياسي، ومع هذه مع هذا التعيين ستنطلق مسألة البنية الأمنية القوية بالمملكة المغربية. وبطبيعة الحال هذه البنية الأمنية هي التي ستساهم في تجنيب دول
كثيرة على المستوى العالم بما فيها قوى عظمى وتعتبر نفسها بطبيعة الحال لها باع. المملكة المغربية من خلال الأجهزة الاستخباراتية للمملكة ستجنب دول أوروبية وأمريكية وأيضا حتى الفيدرالية الروسية وغيرها من الدول، ستجنبهم حمامات دم، وبذلك على عهد جلالة الملك محمد السادس وبتوجيهات منه ستدخل المملكة المغربية منطق العلامة التجارية إذا صح التعبير فيما يرتبط بالأمن والسلم على المستوى الدوليين، ليس فقط عبر التجريدة العسكرية ولكن أيضا عبر الأجهزة سواء الاستخباراتية أو الأمنية للمملكة المغربية. وهذا بطبيعة الحال أشادت به كل الدول وأشادت به أيضا الأمم المتحدة كحاضنة للدول أمميا. وبالتالي هات المسألة، مسألة الأمن بطبيعة الحال كما يقول فولتير، أنا دائما في بحثي عني الأمن لا عني الراحة، المملكة المغربية تحقق الأمن وتحقق الراحة، وهذه الراحة بطبيعة الحال هي ليست بالأمر السهل داخليا، على اعتبار أنه مجموعة من التوجيهات التي هي الملكية التي كانت مرتبطة بطبيعة ونوعية بعض الحكومات، هي للأسف لم تستطيع أن تتماشى مع هذه التوجيهات ولم تحسن تقدير تنزيل هذه التوجيهات. هنا نشير بطبيعة الحال إلى الورش الكبير الذي كان قد فتحه جلالة الملك بعد إرساء دستور سنة 2011، وهو ورش الحماية الاجتماعية. للأسف أخطأت حكومة عبد الإله بن كيران وبعدها أخطأت حكومة سعد الدين العثماني، واليوم نحن ننتظر من حكومة عزيزة خنوش أن تبين على أنها نقيض لهاتين الحكومتين وعلى أنها على خطى وتوجيهات وتعليمات جلالة الملك فيما يرتبط بخدمة المواطنات والمواطنين المغاربة، فيما يرتبط بتحقيق الكرامة، فيما يرتبط بتحقيق الرفاه، فيما يرتبط بطبيعة الحال بتحقيق العيش الكريم. هذه الأمور كلها جلالة الملك يحرص، ونحن تابعنا بأن قانون الحماية الاجتماعية للأسف مر متأخرا، واليوم تنزيل هذه الأمور فيما يرتبط بالمسألة الاجتماعية هي رهان وتحدي اليوم شامل لكل المجتمع المغربي، وعلى السلطة التنفيذية بطبيعة الحال أن تتدارك الهدر الزمني السياسي الذي أوقعتنا فيه الحكومتين السابقتين. هذا من جانب. من جانب آخر بطبيعة الحال نحن نتحدث عن المملكة المغربية كقوة إقليمية في إطار دبلوماسية ملكية بمحددات مؤسساتية جعلت للمملكة المغربية ما يسمى بحسن الجوار وفتح سبل حل الأزمات بالدبلوماسية. وبطبيعة الحال أهم ما يمكن أن نذكر به اليوم وأنه على عهد جلالة الملك المغاربة مواطنات ومواطنين يعيشون منطقة الرأس المرفوع، فكل العالم اليوم يعلم بأنه لا شراكات ولا استثمارات مع المملكة المغربية إلا عبر بوابة الاعتراف بالصحراء المغربية. المملكة المغربية حريصة على سيادتها، حريصة على وحدتها الترابية، وهي تتعامل وفق ما يخدم مصالحها العليا وهي ما يخدم أيضا مصالح الكبرى أمميا. المملكة المغربية حاضرة إنسانيا وهي دائما إلى جانب الأمم المتحدة سواء في النزاعات المسلحة أو في المحطات المرتبطة بالمجاعات أو غيرها من الأزمات الدولية. أعتقد أنه من هذه الزاوية هناك الكثير ما يقال خلال ربع قرن من الحكم الرشيد لجلالة الملك، ولكن ارتأينا أن نضع هذين المحددين المرتبطين بما هو
خارجي وما هو داخلي. على المستوى الخارجي الذي هو مجال محفوظ لجلالة الملك، المسألة واضحة وضوح الشمس، وتحققت فيها أمجاد وانتصارات دبلوماسية كبيرة جدا. يبقى على المستوى الداخلي أن نتدارك ما أخفقت فيه السلطات التنفيذية لعشر سنوات بحكومتين سابقتين، ولكي نمشي بسرعتين متوازيتين، سرعة داخلية قوية وسرعة خارجية أيضا قوية، لنحقق التكامل المطلوب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.